أليخاندرو مي أمور كيتال، وصفة خاصة. أنا شايفة بطل قدامي. أنت بتجنن. شكرا يا حلوة. لساته عم بيقول شكرا. ليك ما في داعي تشكرني أبدا. يا ترى شو لازم أعمل لألفت انتباهك؟ يعني لازم أوقف مثل النخلة هون وأنكش لك شعري مثل الشجر لتزبط لي إياه بإيديك؟ نوران! هلو! أوف يا، ما بيتركوني أنبسط بحياتي دقيقتين. أعطيني هويتك لشوف. ايه؟ ليش؟ لأنه البيت ما عاد بيتي أبداً، حاسسته صاير أوتيل، هذا البيت صاير مثل الخان، حاسسته مبنى منامي واستضافة خمس نجوم. ليش بتجي كل يوم لعندي مرام؟ أنتِ ما عندك بيت؟ عندي، بس أنتِ مالك فيه نوران. تعرفي شو؟ أنا رح ركب جهاز إنذار، ولما تجي لعندي رح تنزل بوابات حديدية وتسكر عليكي. اوف منك، قولي شو هو الموضوع. تعي. مراد قلعني من عنده؟ ايه، من زمان عملها، خبر قديم. هاي جديدة، صارت من شوي. مراد قلعني من بيته؟ ايه. انتي ليش مبسوطة هالقد يا جدبة؟ لأنه صح مراد عمل هيك، بس كان في سبب بيطير العقل. بتكوني كذبتي عليه وعملتي لك شي حيلة، واكيد اتهمتي شي اتهام. ليش مو هادي اللي صار؟ قولي بسرعة مرام. مراد قلعني من بيته لانه انا حامل، وقلت لمراد هذا الحكي.